وسهلا فيكم بفضاء العائل التفاعلي بكلمة ولون منشوف الكون. هذا الفضاء مخصص للعائلة والأطفال من عمر 4 ل 17 عام، ومندعو فيه كمان أي فرد بحب إنه يستكشف ثيمات وتقنيات الطباعة المختلفة المعروضة في معرض طبعة في القدس. هذا الفضاء مكون من 6 محطات. المحطة الأولى اسمها كركشة في المطبعة، وهي المحطة صممت بالتعاون مع استوديو العلوم، برنامج البحث والتطوير التربوي، مؤسسة عبد المحسن القطان، واللي فيها تقنيات طباعة مختلفة من حوالين العالم. أما المحطة الثانية فهي بتحكي عن المنهاج، وتحديداً المنهاج الفلسطيني، وكيف إحنا كأفراد نقدر نتخيل صور ورسومات بديلة لهذا المنهاج. أما المحطة الثالثة فاسمها معرض متخيل، وبهذا المعرض المتخيل أنتوا إلكم الخيار أنه تصمموا معرض طبعة في القدس والكليشيهات الموجودة فيه بالطريقة اللي أنتوا بتشوفوها مناسبة واللي بترتبط في عالمكم وتجاربكم الشخصية، وبتقدروا كمان فيه تصمموا كليشيهات جديدة، فممكن تخترعوا شركة صابونة أو ممكن تخترعوا ماركة معكرونة جديدة. أما في المحطة الرابعة، هاي المحطة اسمها رحلات، وانتوا بتقدروا تاخدوا المشاركين التانيين اللي بيجوا على المتحف الفلسطيني برحلة لقريتكم أو مدينتكم الفلسطينية المفضلة عبر تصميم بطاقات دعوة سياحية لهاي المناطق. أما المحطة الخامسة اسمها الكلمات المتقاطعة. وبس بدي أسألكم سؤال، لو كان الرقيب العسكري الإسرائيلي قرأ الجريد الصبح وشاف هاي اللعبة اللي بالمتحف الفلسطيني، كان ممكن يحذفها ولا لا؟ خلينا نستكشف أكثر لما نيجي على المتحف. والمحطة الأخيرة هي عبارة عن كشك هاتف بتيجي فيه مكالمة من شخص مجهول، وإنتوا لازم تسمعوا هاي المكالمة لتعرفوا محتواها. هاي المكالمة بتقدروا تسمعوها لما تيجوا على المتحف الفلسطيني من أيام الأحد للخميس، الاثنين والثلاثة والأربعة من 9 للـ5، والأحد والخميس عملناهم خصيصاً للعائلة ليضلوا في المتحف للساعة 6، فبتقدروا تيجوا من 10 للـ6 بعد المدرسة أو بعد الشغل وتقضوا وقت ممتع مع العائلة.